بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، وأن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة، وأن لا يحرمنا لذة النظر إلى وجهه الكريم، وأن يجعل هذه الأعمال كلها خالصة لوجهه الكريم، وأن لا يجعل فيها لأحد سواه شيئا. آمين آمين. أما بعد، فمعاشر الصالحين والصالحات، حياكم الله وبياكم، وجعل سبحانه وتعالى الجنة مثوانا ومثواكم. وفيما يتعلق بموضوع هذه الليلة إن شاء الله تعالى، هو موضوع اختاره الإخوة في هذه المؤسسة الطيبة، جمعية فاعل خير بمدينة بني ملال، واختاروا لهذه المداخلة عنوان فضل العمل التطوعي. فكما يعرف الجميع أن الإنسان ما دام حيا وبلغ سن التكليف، فإن حياته كلها لا تخرج عن أعمال، إما عمل باللسان وهو قوله وكلامه، إما عمل بالقلب وهو ما ينعقد عليه قلبه وما يعتقده، وإما عمل بجوارحه وهو ما يسعى إليه من معاش وطلب علم وفعل خير أو فعل شر، نسأل الله العافية. إذن هذا العمل الذي يعمله الإنسان في الدنيا فيه ما يدخل في خانة ما حرم الله عز وجل، وفيه ما يدخل في خانة المكروه، أي ما نهى عنه الشارع لكن ليس على سبيل الإنسان، وفيه ما يدخل في دائرة ما أباحه الله عز وجل، سواء فعله أو لم يفعله فهو أمر مباح، كشرب الشاي مثلا، سواء شربت الشاي أم تركت شرب الشاي فهذا لا يضرك في شيء، ما دام فعل الشيء أو تركه لم تفعله على وجه التعبد فهذا من باب المباح. وهناك ما يدخل في خانة الواجب، أي ما أوجبه الله عز وجل وما أوجبه رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم هناك ما يدخل في باب الاستحباب، أي ما يستحب للمرء فعله، ليس على جهة الإلزام، إنسان ليس ملزما به لكن يستحب له فعله، لو فعله فهو يثاب عليه، والشارع يعني الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم أصول الشريعة يعني أمر بهذا الأمر لكنه لم يلزم به الناس، كركعتي الضحى ورغيبة الفجر وشيء من هذا القبيل، على اختلاف درجات هذا المستحب، هل هو سنة مؤكدة أم سنة أم رغيبة أم إلى غير ذلك. فالعمل التطوعي، أي العمل الذي يقوم به العبد تطوعا من نفسه، أي منطلقا من دافع داخلي لم يلزمه به أحد، ليس على سبيل الإلزام. هذا العمل ما دام تطوعا وليس إلزاما، فما دام لفعل الخير فقد يتطوع الإنسان لفعل الشر، كأن يوزع بعض الأمور الممنوعة شرعا يوزعها مثلا على الشباب، أو أن ينشر مثلا إعلانا لمحاضرة سوف تتحدث يعني حول نشر، يعني سيكون لها سبب في نشر الفسق والفجور أو الإلحاد أو شيء من هذا القبيل، هذا أيضا عمل تطوعي، يعني قام به تطوعا، لم يؤدي له أحد الثمن ولم يلزمه به أحد، لكنه في سبيل الشيطان. كلامنا نحن عن العمل التطوعي الذي يكون في سبيل الله عز وجل ويراد به وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة. هذا العمل التطوعي ما دام أن الشارع قد أمر به، لكن كما ذكرنا ليس على وجه الإلزام، فإنه قد رتب عليه أجرا. لذلك هناك أمور المسلم هو ملزم بفعلها، وإن لم يفعلها فهو يأثم يحاسب عليها غدا يوم القيامة بين يدي الله عز وجل. لكن هذه الأمور التي الإنسان ملزم، المسلم ملزم بفعلها، هي أمور قليلة، لو
راقب الإنسان يومه وليلته، ولاحظ وحاول استخراج كم من الوقت يأخذ منه ما أمر به على وجه الإلزام، سيجد أن ذلك لا يتعدى الساعة من الزمن، لا يتعدى ساعة من الزمن، لا يتعدى 60 دقيقة. ما الذي أنت ملزم به؟ أنت ملزم مثلا بأداء الصلوات الخمس، كم تأخذ منك الصلوات الخمس في يومك وليلتك؟ وهي تأخذ ذلك الوقت، تأخذ بشكل متفرق. لو افترضنا أن الإمام يمكنه يصلي بتؤادة وتأن، لا بثقل ولا بسرعة مخلة بالأركان والواجبات، سوف نجد أن 5 صلوات تأخذ منك ما يقارب 40 دقيقة مفرقة على اليوم كله. ثم بعد ذلك، ما الذي أمرنا به على وجه الإلزام؟ اللهم إن كان من طاعة للوالدين، أو من يعني من أمور يقوم مثلا كالإتيان بالطعام لأهل البيت وشيء من هذا القبيل، الأمر كله لا يتعدى الساعة، لا يتعدى الساعة الواحدة. وما فوق ذلك، إما أنت بين ما هو مستحب، وإما أنت بين ما هو مباح. إذا يبقى هذا العمل التطوعي، هو الذي يعني العمل التطوعي يدخل كما ذكرنا في دائرة المستحبات، فبين المباح والمستحب تدور أغلب أوقات الإنسان. لذلك رغب الشارع الحكيم في أن يستغل الإنسان سائر أوقاته أو أغلب أوقاته على الأقل في فعل الخيرات. لما؟ لأن ذلك ابتداء يكون عبارة، وهذا من أهم فضائل الأعمال التطوعية، أن ذلك العمل التطوعي أنه يكون سدا منيعا بين تسرب وساوس شياطين الإنس والجن إلى قلب العبد. هذا السد المنيع الأول هو هذه الأمور التطوعية والأمور المستحبة، لأن حتى يأتي الشيطان، سواء كانوا شيطان إنس أو شيطان جن، حتى يأتي الشيطان بوسوسته أو بأذاه يريد بلوغ قلب العبد ليوسوس فيه، الذي قال الله تعالى الذي يوسوس في صدور الناس، لأنه الشيطان يريد منك قلبك. قبل أن يصل إلى ذلك القلب، هناك خطوط دفاعية ملصقة بالقلب، ألا وهي الفرائض: الصلاة، تنهى عن الفحشاء والمنكر، وذكر الله أكبر، ذكر الله عز وجل، أمور من هذه الشاكلة، من هذه العبادات تحمي قلب العبد. لكن على قدر ما يكثر العبد من الأسوار التي تحيط بقلبه لتمنع دخول الشيطان إليه، على قدر ما يكون بإذن الله عز وجل في مأمن من وساوس الشيطان. فهذا من أهم فضائل وأهم آثار العمل التطوعي على قلب العبد، ابتداء من فضائل العمل التطوعي، وهذا قل ما ينتبه إليه الناس، أن العمل التطوعي يشغلك عن معصية الله عز وجل. ولذلك وجب التنبيه على أمر مهم جدا، ألا وهو: إياك يا من تنخرط في الأعمال التطوعية، إياك وأنت منخرط في عمل تبتغي به وجه الله عز وجل، أن تكون في عملك التطوعي ذاك تقترف ما حرم الله عز وجل. راه بعض الناس راه كيقول لك انا غادي نمشي في عمل تطوعي مزيان، مثلا غادي ننظم مثلا قافله لاغاثيه، مثلا لتزويد منطقه معزوله في مكان معين، مثلا في قريه نائيه، نزودها مثلا بمجموعه من القفف، مثلا فيها مواد غذائيه، فيها ربما كسوات دافئه للاطفال، فيها ربما أغطية وأفرشة وشيء من هذا القبيل. طيب، هذا الشيء جميل ممتاز، ونريد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، لكن في سيرنا إلى هناك نسافر، والاختلاط هو السمة الغالبة، أقصد ذلك الاختلاط الممنوع، يعني غادي أولاد بنات ما كاين لا محارم ولا شيء من هذا القبيل، وغادي نعم سيدي هزين الدربوكة والزمارة، ونقدروا كاع نخلصوا الفلوس على شي فرقة ديال سميتو كذا وديال الماسق، وغادي مع راساتنا، وراك الشطيح وراك الرديح. عن أي عمل تطوعي نتحدث؟ هل قمنا بعمل تطوعي؟ نعم. هل قمنا بعمل تطوعي نريد به وجه الله؟ لا. قد تكون النية طيبة، لكن الوسيلة المبلغة لذلك المقصد وسيلة فاسدة، فبفساد الوسيلة فسد المقصد وفسد العمل كله.
وإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فهذا مثلا من الأمور التي يجب التنبيه عليها. أن الكلام عن مثلا عن أصول العمل التطوعي مثلا في الإسلام، هذا سبق الكلام عنه في غير ما مداخلة، لا بأس بالتذكير بذلك. لكن المهم بعد ابتداء قلنا أن من أفضل ما يعني يميز العمل التطوعي أنه يكون سدا منيعا يعني عن حاجزا عن وساوس الشيطان حتى لا تتسرب إلى قلب العبد. هذا وحده. المسألة الثانية أن العمل التطوعي والمسلم منخرط فيه يريد وجه الله وبما يرضي الله، فعلى الأقل فإنه يمنع ويحبس نفسه خلال عمله التطوعي، إما من مرحلة الإعداد، إما في مرحلة تنزيل العمل على أرض الواقع، فإنه يشغل نفسه عن الحرام ويعفها عن الحرام، وبذلك فإنه يصيب الأجرين، أجر فعل الخير وأجر الامتناع عن الشر. والناس بعض المرات يعني تتفلت منها أجور كثيرة بسبب عدم استحضار النية. النبي عليه الصلاة والسلام كان يوصينا بهذا: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، احتسابا أي مستحضرا كل الأجور التي يمكن أن تترتب عن ذلك العمل، يحتسبها على الله سبحانه وتعالى ألا يعني أن يجدها غدا يوم القيامة في ميزان حسناته. فعندما نقوم بفعل الخير، نحن لا نقوم بفعل الخير فقط، نحن نقوم بفعلين: نفعل الخير وفي نفس الوقت نحن نمتنع عن الشر، فنؤجر بفعلنا للخير ونؤجر بتركنا للشر. ثم مسألة أخرى متعلقة بفضل العمل التطوعي، وهو أن هذا العمل التطوعي لا نريد من الناس جزاء ولا شكورا، جميل، لكن جبل الإنسان على حب أخذ الأجر على العمل الذي يقوم به، فكيف نجمع بينهما؟ الجمع بينهما يسير لمن يريد الإخلاص ولمن يروم الجنة والدار الآخرة. ففعلنا للعمل التطوعي لا نريد به جزاء ولا شكورا من الناس، لكن نطمع في جزاء الله عز وجل وفي أجره وفي رحمته. إذا كيف نصل إلى هذا الأمر؟ نصل إلى هذا الأمر بتعلمنا لفضائل وخيرات هذه الأعمال التطوعية. مثلا عندنا الإخوة مثلا في هذه الجمعية الطيبة لديهم مثلا سفر، مثلا يعني لا أدري، لا أعلم برنامجهم، لكن مثلا لهم سفر الأسبوع المقبل، يريدون الذهاب إلى منطقة معينة لتزويدها بمسألة خاصة، كما ذكرنا، إما قفف غذائية، مواد غذائية، ألبسة للأطفال مناسبة لفترة مرحلة البرد القارس في فصل الشتاء، أغطية، أفرشة. المهم، السفر مثلا سيبدأ يوم السبت صباحا قبيل الفجر. هذا لا يمنعنا، بل بالعكس، هذا يحثنا على أن مثلا بيوم أو يومين قبل السفر أن يكون نحن مثلا الفريق الذي سوف يسافر، أن يكون لنا مجلس يتكلف به أحد الشباب، لستم مضطرين لاستدعاء شخص معين، يتكلف به أحد الشباب من المسافرين، يعني من تلك القافلة، فيبحث عن سلسلة آيات وأحاديث تتحدث عن فضل فعل الخير، كما في قول الله عز وجل في سورة المائدة الذي تلاه على مسامعنا أخونا حفظه الله، في قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. إذا مثل هذه الآيات والأحاديث التي ترغب في فعل الخير وترغب في الإخلاص وترغب في الصدق، ويعني تحث على ابتغاء وجه الله عز وجل بهذا العمل وعلى إقامته على الوجه الصحيح إلى غير ذلك، وعدم مخالفة الهدي النبوي فيه، فهذا حري بأن يقذف في قلوبنا استحضار النقطة الموالية التي أريد أن أتحدث عنها، وهي نقطة استحضار الإخلاص في ذلك العمل. هذا أمر محوري جوهري. لماذا نتحدث عن هذا؟ لأن الإخوة
ليسوا بجمعية علمانية، إنما تروم خدمة ما صار يعني يدندن حوله في هذه السنوات الأخيرة، خدمة الإنسان والقيم الكونية بغض النظر عن الدين وعن العقيدة إلى غير ذلك. لا، الإخوة مادام يعني استضافوا هذا العبد الفقير بما يدل عليه شكله وكلامه، ونسأل الله أن يستر سرائرنا، فيعني أن الإخوة إنما يريدون الكلام عن العمل التطوعي بخلفيته الشرعية الإسلامية التي تقوم على أصول الشريعة الإسلامية. لذلك هنا نتحدث عن قضية الإخلاص، وإلا ما كان لهم أن يستضيفوا من كان مثلي أو من أمثل خلفيته أو من أنتمي إلى خلفيته، وما كان لهم أن يعني أن يهرسوا أدمغتهم بمثل هذه الأمور، إنما يعني يقومون بعمليتهم بل يسوقون لها بغض النظر عن الوسيلة، هل هي وسيلة يعني تحترم الشريعة الإسلامية أم لا تحترمها. لكنهم ما دام اختاروا هذه المسألة بهذا الشكل إلا ولهم حرص على فعل الخير بما تمليه شريعة رب العزة والجلال. لذلك يعني نؤكد عن قضية استحضار النية والإخلاص وتجنب أخطر ما يمكن أن يفسد العمل، تجنب الرياء، ويطرد الرياء بالإخلاص، ويطرد الرياء بالإخلاص. أعلم أن هذه المسألة يعني تطرح إشكالا كبيرا عند الشباب، حتى إن بعضهم بسبب يعني عدم تعلمه للمسألة بشكل صحيح فيقع ربما في الوسواس، ويركب يعني يركبه وسواس شيطاني خبيث حتى يكاد يفسد عليه أعماله كلها، ليس فقط العمل التطوعي بل حتى يفسد عليه صلاته وطهارته، وقد يتسرب بعد ذلك عياذا بالله إلى عقيدته. فكما يقال الوقاية خير من العلاج، نتعلم أمورنا. أول شيء الإخلاص الذي طلبه منا الحق سبحانه وتعالى، الإخلاص أيسر مما يظن كثير من الناس. ليس في الإخلاص كثرة تكلف، ولو أراد الله عز وجل منا أمرا لا نستطيعه لكانت المسألة مستحيلة، إذ أن الرب عز وجل لا يكلف عباده إلا ما يطيقون. هذه خذها قاعدة، الله سبحانه وتعالى لا يكلف الناس إلا على قدر طاقتهم، وفوق طاقة العبد لا يكلفه الله سبحانه وتعالى. صل قائما فإن لم تستطع، فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، وجاء في رواية أو تومئ إيمان إيماء أو تمرر معاني الصلاة على قلبك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنك ما دمت مستطيعا للمسألة فأنت مكلف بها. فإذا كلفنا الرب عز وجل بالإخلاص فلأننا لنا القدرة الكافية الوافية على هذا الأمر. ربما قد نسمع من بعض أرباب السلوك والتربية رحمة الله عليهم أجمعين أنهم يتحدثون، مثلا يقول يعني ما عالجت شيئا أشد علي من الإخلاص لأن يجيء الرياء فيشوبه. نتفاهم، كاين عندنا في العبادات، كاين عندنا وخصوصا في أعمال القلوب التي هي أهم الأعمال كلها وعليها مدار الأعمال، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، كما جاء في صحيح مسلم. خلال الرواية الأخرى قلوبكم وأعمالكم، لكن مدار الأعمال على القلوب، فمرد الأمر إلى هذه الرواية. وإنما الأعمال بالنيات، والنية محلها القلب، وإنما لكل امرئ ما نوى، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الأعمال لها أهميتها لكن مدارها على أعمال القلب. أعمال القلب هذه من محبة وخوف ورجاء وإخبات وتبتل وإنابة وإيمان وصدق إلى غير ذلك، أعمال القلب هذه لها درجات. الحد الأدنى لدرجتها هو درجة الصحة، درجة الصحة. فعمل القلب بالإخلاص له درجة الصحة والحد الأدنى، دونه الرياء الشرك إلى غير ذلك، لكن الحد الأدنى هو درجة الصحة. درجة الصحة هذه هي التي نحن مطالبون جميعا بدون استثناء بها، وهذه هي الدرجة التي يستطيعها كل مسلم إلا من أراد أن يدخل الرياء على عمله. ثم بعد ذلك يتدرج الإنسان في درجات الكمال،
كاين عندنا درجة صحة ودرجة كمال، وهنا يتدرج الناس ويختلفون. احنا اللي تهمنا نأتي بدرجة الصحة، من استطاع أن يتدرج ويرتقي في مجالات الكمال في تلك العبادة، فنسأل الله عز وجل أن لا يوقفه إلا عند الحد الأعلى لدرجات كمال العبادة، الله يوفق الجميع، لكن أن لا ننزل عن الحد الأدنى. طيب تقول لي أنا في الأول إنما نريد بذلك وجه الله، يعني ما نقول هنا الإنسان فقط ينتمي، علاش؟ الله سبحانه وتعالى علمنا في سورة الفاتحة أن ندعو بأفضل دعاء، وركزوا معي الله يجزيكم بخير. الله سبحانه، لن يكون كلامنا كثيرا إن شاء الله تعالى في هذه الليلة، القليل الذي سنذكره أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعمل به. نقول لي شوية الكلام لكن نسأل الله أن يوفقنا للعمل به، نحاول إن شاء الله تعالى ما نطولوش ونسأل الله التوفيق والسداد. الله سبحانه وتعالى علمنا أفضل دعاء على الإطلاق، ألا وهو قول الله عز وجل الذي نقوله في سورة الفاتحة في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. فهنا ممتاز، والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نكرر هذا الدعاء، أي الفاتحة بدعائها، أمرنا أن نكررها في كل ركعة. ولا تستقيم الصلاة إلا بها، ومن لم يصلي بفاتحة الكتاب فلا صلاة له. لعلم الله عز وجل بضعفنا وبغفلتنا وبما يمكن أن نقع فيه من يعني غفلة عن الصراط المستقيم وعن الصراط المستقيم، سواء في عبادة اللسان أو عبادة القلب أو عبادة الجوارح، فالله سبحانه وتعالى ألزمنا من رحمته بنا، ألزمنا بأن ندعو بما فيه صلاحنا وخيرنا، وإلا لو ترك لنا قضية الدعاء لتشتتت بنا الأهواء وأودية الدنيا وفجاج الغفلة تأخذنا حيث أرادت، وكل واحد فينا يبدأ يدعي، وكل واحد علاش يبدأ يشير، وأغلبنا إنما يريد الدنيا، قاوش كذبوا على رؤوسنا، الله يغفر لنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، أغلبنا إنما يريد الدنيا. إذا الله سبحانه وتعالى حماية لنا ورحمة بنا ورأفة بعباده، فالله سبحانه وتعالى ألزمنا بهذا الدعاء. إلى الله سبحانه وتعالى ألزمنا بهذا الدعاء وأمرنا بتكراره في كل ركعة من كل صلاة، يعني ذاك الكسول اللي ما تيصلي حتى شي نافلة وحتى شي رغيبة وحتى شي سنة مؤكدة خصو يعاود 17 مرة أو 17 مرة، خصو يعاود 17 مرة في النهار. علاش الله سبحانه وتعالى كيعلمنا يقول لك عاودها 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 كل نهار كل نهار كل نهار كل نهار كل نهار كل نهار، عاود 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 عاود؟ هذا إنما يدلك على خطورة ما يحيط بالعبد من إمكانية وقوعه في الزلل في كل لحظة. فهذاك الشيء الإنسان خصو، علاش؟ خصنا نستحضروا المعاني الفاتحة في الصلاة، لأن الإنسان ما يضمنش، راه يصبح المسلم الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. تضمن أن يبقى قلبك ثابتا على الطاعة من الليلة إلى الغد؟ والله لا يضمن أحد، رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لا يضمن، ويكرر في كل صباح وكل مساء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إذن هذه الأمور خصنا نستحضرها، علاقة هذه بالقضية اللي تكلمنا عليها، دي الإخلاص والرياء. الرياء هذا من مداخل الشيطان على العبد، يتربص له في كل لحظة وحين، بل قد يدخل الرياء أو الرياء عمل العبد والعبد لا يدري، لكن يسأل الله أن يطهر ذلك العمل. اللي قال لهم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، قالوا: وما الشرك الخفي؟ قال: الرياء، فإنه أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. عتو دبيب النمل، ماشي الصوت ديال رجلها، دبيب النمل، عتي من يذهب إلى بعض المرات إلى بعض الحدائق أو المنتزهات أو الغابات ولا كذا، ويلاحظ مثلا الخط الذي يشكله سير ذاك المجموعة من النمل، كيمشيو في واحد الخط، يبقاو غاديين جايين غاديين جايين غاديين جايين، حتى كتحس بهم بحال تركوا اثرا، يعني ديك البلاصه كيكون فيها اما اعشاب اما تراب اما كذا، فمن كثره مشيهم فهم يخلفون اثر مسيرهم، لكنه اثر خفي لا يرى الا لمن دقق. فكيف
إذا كان هذا الدبيب على صخرة صماء، أتترك النملة أثرا على صخرة صماء؟ وكيف بذلك الأثر لو كان في الليلة الظلماء؟ يعني يكاد يكون من المستحيل أن تعرف أثر ذلك الأمر. قال صلى الله عليه وسلم شبهها الرياء بهذا الأمر. فالصحابان قالوا يا رسول الله، يعني ما المخرج إن كان الرياء أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء؟ قال استعينوا عليه بالدعاء، وذكر لهم دعاءه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلم. إذا أعطانا درجة الصحة التي نستطيع تحقيقها في الإخلاص، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، يعني أنت كيبان لك هذه راها شرك وهذه كذا وهذه ما درتيها إلا باش تبان، خلينا من ديك العياقة ديال والو، أنه لا راه الإخلاص هذه درتيها باش تبان وهذه درتها لله، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. خي يبقى يتحجج على عباد الله حتى الصباح، هو مع راسه الداخل يعلم أنه ما حط هذيك التصويرة إلا رياء، في حين أن الصورة الأخرى اللي كان حطها ديك المرة أراد بها وجه الله عز وجل. لا ما يبقى كذب على الناس كاملين، حتى واحد ما يخلص غدا يوم القيامة، لكن أن تكذب على نفسك هذا من المستحيل، إلا إذا كان الإنسان شي شوية الله يجيب الشفاء خلاص. وهناك أمر قد لا يعلمه العبد، هنا شنو باش كنستعنوا عليه؟ الحاجة اللي ما نعرفهاش، ما نقدرش، أنا ما عارفهاش، باش نعتق راسي منها، ما عارفهاش أصلا. هنا يدخل دور الاستغفار وسؤال الله عز وجل رحمته، وأستغفرك لما لا أعلم. فهمنا؟ لأن هذه المسألة، هذه الإنسان يصفي نيته، يجدد إخلاصه، يتعوذ بالله عز وجل من الشرك الخفي فضلا عن الشرك الجلي، ويسأل الله عز وجل مغفرته لما يمكن أن يكون قد تسرب وهو لا يدري، وكما ذكرنا فوق طاقتك لا تلام. قضية الرياء هذه تحيلنا على النقطة الموالية، شنا هي؟ هي هل قضية الصور، وهذيك طرح يعني تطرح نقاشا، دائما تطرح نقاشا حادا في بعض المرات، هل قضية الصور تعد من الرياء أم لا تعد من الرياء؟ نعاود نقول نفس الكلام اللي كنقوله في كل مرة، وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وينفع به غيري وكل من يسمعه أو يبلغه هذا الكلام. الله المستعان. إذا كنت غادي في عمل خاص بك أنت شخصي، ماشي مثلا في حالة دابا هذه مؤسسة ضروري غادي يمشي مجموعة وخاصة توثيق وخاصة، أنت عمل خاص بك أنت، كتعرف واحد الأرملة كاينة في واحد البليصة أسيق لها الخبار حد، أنت اللي الحمد لله طلعتي جبتي لها خبيرة، مرة مرة كدوز عند صحابك داير معاهم كتقول لهم شوف في راس الشهر غادي ندوز عندكم أنتوما بربعة غناخد من عندكم كل واحد 100 درهم، كديروا فيا الثقة ما يسولني حتى واحد على حتى حاجة، أو لا هذوك الربعة اللي معاك لا بأس أن تطلعهم تقول لهم راه كاينة فلانة راك عارفين راجلها كان حريفي حرفي، ما عنده تغطية صحية، ما عنده تقاعد، ما عنده كوفيتير حتى حاجة من هادشي. السيد كان خدام على باب الله، كان داير الطوموبيلة ديالو، وكان كيخرج الأسرة ديالو، ياخد أسبوع مثلا ولا 10 أيام في كل 3 شهور تيخرجهم مثلا في الإجازة ديال الأطفال، تيمشي في العطلات الأطفال تيخرجهم تيدورو يتسارى، والحمد لله يدخل نهار يدخل 200 درهم، نهار يدخل 100 درهم، نهار يدخل 500 درهم، كل نهار رزقه، ولكن كان كافي راسه وخلص الكراك هذا. قدر الله نسيت توفى، راكم كتعرفوه، راه حضرنا ليه، مشينا حضرنا ليه الدفين ديالو. دابا هذيك السيده اللي بقات راه ما عندهاش سنتيم، كي قلت لك راه ما كاينه تغطيه صحيه ما كاين والو، لا ما يبقاش واحد يبلغ يقول لك لا راه غادي يخرجوا الارامل 8000 درهم وداك الطنز العكري ما كاينش، لا بنك المغرب غادي تحكها من جيبها. فهمنا؟ فاللي كاين في القضيه هو انه السيده لا معيل لها من الناس، معيلها الله سبحانه وتعالى. فاحنا سيدنا بغينا نجريو في هذا الخير هذا، انت ملي ندوز عندك وانت ملي ندوز عندك وانت ملي ندوز عندك وانت ملي ندوز عندك ما تبقاش تبعصص عليا، انا عارفك خدام وعندك فلوس في جيبك، ندوز غنتفقوا على واحد القدر 100 درهم 200 درهم 50 درهم 20 درهم 5 دراهم 1000 درهم تزيد او تنقص، كل واحد لينفق ذو ساعة من ساعته، ما يكونش عندك الملايين تبدا تفرست العباد الله في 7 دراهم،
نهار تكون عارض على داك شريكك في الخدمه اللي كاين في برا، تحط ليه تجيب التريتور ويتقام عليك العشاء ب 20000 درهم بجوج طوابل، فهمنا؟ اش بدا سيدي الفلوس لله غتعطيهم لينا حنا، غتعطيهم للناس بسبب الله باش تلقاهم غدا في ميزان حسناتك. واحد اخر يقول لك اودي ما عنديش، راه يلاه يلاه قدرتي تنتف 5 دراهم من هذيك ساعتك، تنتف 5 دراهم. المهم انا عندي واحد المجموعه، هذيك المجموعه الصغيره كيقول لك كنخدم بشكل شخصي، عندي ديك المجموعه الصغيره غنجمع اما السيده عارفه فيها شويه الحكمه في هذه الحاله غادي يمكن لها المال مباشره هي تعرف كيفاش تصرف فيه، اما السيده كان راجلها كافيها كل شيء فمسكينه ما تعرف لا تقدا ولا حتى شي حاجه، على باب الله جالسه هي ودوك الوليدات، في هذه الحاله حنا اللي نهزوا الفلوس ونتقداو ليها ونجيبوا ليها ونقول لها انت تكلفي لنا غير بتربيه دوك الوليدات تربيه حسنه ان شاء الله تعالى، في انتظار انه اذا كانت مازال بقى فيها مثلا صغيره تقدر تزوج وكذا الى اخره، على ما يجيب لها الله عز وجل ولد الناس اللي تزوج بها ويعفها وتمشي هي وياه في امان الله وحفظه ويعول لها دوك الوليدات. باقي ما تيسرتش المساله، حنا انت المسؤوليه ديالنا حنايا نتوكلوا على الله. هذه القضيه هذه لا تحتاج منك لا صورا ولا تعليقات ولا نشر على الفيسبوك ولا ملبي، هذا الشيء قد ما قدرتي تكتم عليه مرتك اللي ساكنه معك في الدار، الا قدرتي ما تثقش الاخبار لهذه القضيه دي ما تثقش لها الاخبار، الا الى الزوجه عندك تاهي ديالك تاهي تبارك الله من اهل الحكمه واهل الفضل واهل الخير، وانت خدام تجمع من عند الرجاله وخدام تجمع من عند النساء وكتجمعوا داك الشيء وكتمشي انت وياها وكتصيفط الزوجه ديالك اللي كتهز القفه باش تبعدوا الشبهات على السيده الله يجازيها بخير، تمشيو وتعطيوها مثلا هذيك القفه ديالها وترجعوا مع راساتكم والحويجات وكذا، هذا عمل ممتاز، لكن هذا ما تدخل فيه لا تصويره ولا ملبي. ممكن ان تتقاسم التجربه مع بعض الناس، تنشر التجربه لكن لا تنسبها الى نفسك، كل ما ودي تسقط الاخبار راه كاين شي ناس الله يجازيهم بخير دايرين واحد المبادره طيبه جدا، وان واحد الشخص تيدور على صحابه تيجمع كذا تيمشي طرن 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 طرن، فجزاهم الله خيرا قول لهم ودي عجبتني التجربه احببت ان اتقاسمها معكم، لا تنسبها لنفسك. هذا اش قلنا خدام انت بوحدك، هذوك الناس اللي كتجمع من عندهم دوك 5 ولا 6 ولا 10 ديال الناس يزيدون او ينقصون، الا كان العدد قليل لا باس انك مثلا فين ما تتقدى هذيك القفه تصورها وتصور المكونات ديالها، ما تمشيش تصور السيده، تصور القفه والمكونات ديالها وما فيها باس الا حطيتي حتى سميتها قلتها الورقه اللي فيها الاثمنه ديال داك الشيء اللي شريتي باش الناس يطمئنوا قلبها، وخاص صحابك الشيطان كيجي يلعب باش الناس كيشوفوا احنا عطينا مثلا 500 درهم المقتنيات والمشتريات كلها 500 درهم او 400 درهم ويقول لهم ها هي 100 درهم في القفه غادي نديها للسيده نعطيها لها باش تبقى عندها، نعطيو 400 درهم سلعه و100 درهم تشري بها شي حاجه للوليدات تقاد بها امها تمشي تشوف والديها في الترونسبور كذا، هادوك الناس فقط فقط لا غير، فهمنا مزيان؟ قد تكون هناك استثناءات من اجل نشر شي حويجات الى اخره، لكن ذوك الاستثناءات هذه تقدر بقدرها كل حاجه تشاف بوحدها، لكن على وجه العموم هادشي اللي كاين. ارينا عندي مؤسسه مثلا هاد الاخوه جمعيه فاعل خير، هذه مؤسسه وكيجيو لها ناس مثلا والناس عارفينها بلي راه كدير كذا ودير كذا، احنا ما عارفينش شكون هما الناس اللي كيجيو يتبرعوا، يقدر يجي فلان يقدر يجي فلان يقدر يجي فلان، كاين ناس اللي نعرفوه كاين ناس اللي ما نعرفوش، كاين اللي كيقول لك اودي عطيني رقم الحساب وتيصيفط داك الشيء بشكل سري الى اخره. هاد الناس هادو ملي تيصيفطوا كي قلت لكم راه الشيطان تيلعب، حتى يطمئن قلب المتبرع اش تنديروا حنا؟ نوثقوا العمليه بالصور، كنوثقوا مثلا الشراء ديال السلعه، كنوثقوا مثلا العمليه ديال وضعها مثلا في قفف مثلا بشكل متساوي الى اخره، كنوثقوا العملية مثلا ديال إيصال هذا الخير للناس، لكن بشرط الله يجازيكم بخير. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، بالمن والأذى، الأذى هو أن تتبع صدقتك تتبعها مثلا السب والتنقيص من الشخص المتبرع عليه والمتصدق عليه، ورا دينا لي داك الشيء واخا هو ما يسواش كمارتو ديال الشفاره، ولكن اش غادير راه في سبيل الله، ابقى لا في سبيل الله ولا في سبيل مهمتك يا حبيبي، ما بلا كل شيء مشى في المزاح، اي جا وجا الشفار وجا القتاله وما يسواش على وجه باه، اذا ماشي على وجه الله، على وجه باه وسير على وجه باه قول لي خلص غدا يوم القيامه. هذا الاذى لا تبطل، بمعنى ان المن والاذى يبطل الصدقه، لا اجر لك بالصحه والراحه عاود من الاول.
المن شنو هو؟ هو انك تبقى تمنى عليه، تذكره. تبارك الله، والله الا جات معاك ديك السبرديله اللي جبنا لك ذاك النهار في اخر حمله، هي هديناك ديك السبرديله اللي كنا جبنا لك. صدقوا ممتاز، صدقوا ممتازين دوك السبرديله. اش تقلد الحياه؟ اش تقلد الترابي؟ اش الدويل؟ الناس الصالحين كانوا تيتساراو على القريه اللي هما فيها في الليل وهم ملثمون، ويحط ويدق ويزيد. الناس كيجيو ساكن حتى كيلقاو شي بركات الخير عندهم. انت ساقوا الخبر، شكون هو اللي كان كيتصدق عليهم؟ تنهار مات، من اللي مات غسلوه، كفنوه، دفنوه. داز تقريبا شي اسبوع ولا اسبوعين ولا 3 الاسابيع، دوك الناس اللي كان كيوصلهم الخير ما بقاش كيوصلهم ذاك الخير، بداو تيشكوا، قالوا يا كما هو ذاك السيد، حيت من اللي مات تقطعات. سولوا ذاك اللي غسلو، قال لي ها ودي راه صراحة راه ملي جيت نغسلو راه كان الأثر ديال واحد بحال شي حاجة ضابراه. قال لهم راه كان منا ملي كان حلو الباب كيبان شي واحد سلت من الجهة الأخرى واز واحد الكيس خنشة فيها دوك شوية ديال الدقيق ولا الروز ولا شوف اش كان كيدي لهم، هز خنشة. هذيك الخنشة هي اللي كانت ضبرات، ومن هنا بكثرة ما كيهز الخير للناس. جيت تقول لي حق السبرديلة اللي وزعنا عليك ديك المرة جات صدقات مزيانة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهمنا؟ هنا احتاج الى توثيق العمل لا الى تصوير من اعمل معهم. احتاج الى توثيق العمل. بعض المرات الناس كيقول لك اودي راه هذيك المؤسسه راه ما عرفناش شكون هما الناس اللي فيها. ملي كيحطوا الشباب العاملين مره مره هو تصورتهم تيتقداو، هما مثلا تصورتهم مثلا في الطريق ولا كذا، الناس كيقولوا فيها فلان وفلان وفلان. الله يا ودي، هذاك ولد الحاج فلان، وهذاك ولد مثلا الحاج فلان، هذاك ولد مثلا ديك السيده بنت خالتي تنعرفهم الى اخره. لا تبارك الله شباب، وهذوك تبارك الله راه باقيين كيقراوا في المدارس العليا ولا كيقراوا في الكليات ومحركين في هذا الخير ما شاء الله، ودوك سنوقفوا معاهم. ممكن في هذا الباب هذا ان يضع الشباب مثلا صورهم اثناء العمليه وكذا الى اخره، هم يخلصون النيه لله، والصور التي توضع في هذا الباب. اما انني نصور ارمله هي وليداتها وانا كنمد ليها القفه وضاحكين وتنقولوا فعل الخير صدقه التطوع مثلا السر تطفئ غضب الرب فينا والسر الشريف، فراه فضحتي راسك وفضحتي العمل وفضحتي المراه. هذاك الوليد غدا ولا بعد غدا يكبر يبدا يلقى تصويرته وتصوير تمو باللي راه كانوا الناس كيجيبوا لهم المنى، ارحموا وجوه الناس. بغيتوا تصوروا الوليدات؟ امتى نصور الوليدات؟ ممكن مثلا كنا في شي قريه وشي حاجه نصور الوليدات، امتى نصور الوليدات؟ ما نصورهمش وهما كياخذوا الصدقة. أقبح به من عمل. نصورهم مثلا أنا عرفنا بعض المؤسسات الله يجازيهم بخير، تي ملي كيمشيو مثلا شي قرية وغيديروا مثلا غيوزعوا القفاف وكذا، عارفين القرية فيها الوليدات لأن كيكون عندهم إحصائيات شحال غيديو وكذا، كيديو معاهم شاب مثلا ولا جوج ديال الشباب تيديروا هادشي ديال سميتو اللباس ديال المهرجين الكرون وكذا، وتيبقاو يلعبوا مع الوليدات ويدير لهم اناشيد ويدير لهم انشطه. هذيك اللحظه اللي يكونوا فيها الوليدات ناشطين وفرحانين بحال كاع الوليدات ديال الدنيا، هذيك اللحظه وليدات ناشطين وفرحانين. فإذا صورتهم ما كاينش اشكال ان شاء الله تعالى. علاش؟ حيت صورتهم في فتره الفرح، هذا ذاك النهار ديالهم هذاك مقشلين. لكن ما نصورهمش وانا كنمد لي شكاره، جيب لي شكاره 260 ريال ومصور ودير لي الدل. مازال نصور واحد ثلاثة الوليدات غاديين من الخلف هازين شكارهم وغاديين من الخلف لا تظهر ملامحهم، ما كاينش إشكال. نصور شي صورة مثلا من اتساع فيها التوزيع وكذا، ونضبب شي شوية على الوجوه، أطمس المعالم ديال الصورة، لا ما كاينش إشكال إن شاء الله تعالى. لكن ما نفضحوش الناس. الله عز وجل أمر بالستر، فكما نستر العمل السيء فسترنا للعمل الحسن من باب أولى. فهمنا؟ أتمنى أن تكون المسألة اللي ذكرتها تكون واضحة باش تحيد هذا اللبس هذا إن شاء الله تعالى، ديال قضية الصور ماشي الصور إلى آخره. كما ذكرنا الوسيلة المفضية إلى المقصد النبيل ألا وهو إيصال الخير للغير، الوسيلة المفضية لذلك المقصد النبيل يجب أن تكون الوسيلة نبيلة أيضا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا، ماشي أي عمل، صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الهدف هو تحقيق الإخلاص من خلال وسيلة صالحة.
اجي واحد يقول لك اودي، ولكن استاذ بعض المرات راه ملي كنديروا المساق ونديروا الاغاني ونديروا النشاط وكذا، داك هو اللي كيجيب لينا لي فيو، وهذاك هو اللي كيطلع لي فيو المشاهدات، وهذاك هو اللي كيجيب لنا المتبرعين. لا بارك الله في تبرعات تجمع بمنكرات. ودي انت الدريات علي انا بنت هانيت، ماشي غتجيب لي فيو، راه غادي تجيب نصف الكوكب غادي تجيبه لك انت. ومن بعد شنو درنا؟ شنو درنا؟ حطينا شي حاجة في ميزان الحسنات؟ لا والله، لا والله، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة كما في الصحيح. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. فمسألة واضحة، واضحة جدا إن شاء الله تعالى. مراعاة الإشكالات اللي كتقدر توقع دي الأغاني الماجنة والموسيقى معازف، مراعاة الإشكالات ديال الاختلاط بين الشباب. أي حنا غنوصل داك الشيء في سبيل الله إلى آخره، ونصليو العشاء وعاد باش ننطلقوا، وداك الليل غادي سميتو أنت راك في الكار وأنت غادي ويوم تكيرك على كتفك، شنو العشاء صليت أشري؟ العشاء ديال الكنيسة، العشاء ديال الجامع راه كيقولوا شي كدير بيه راه ما هوش. قد يقول لك بعض المرات راه كنحتاجوا قضية العام، مشاركة المرأة في العمل التطوعي إلى آخره، له ضوابطه عنده كلام خور بوحده إن شاء الله تعالى. أما مسألة بحال هكا غير حيت نسمعوا العمل التطوعي وكذا والنشاط، راه ولاو شي أفكار ديال الليبرالية ولا تصرفات لشباب الصحوة وشباب الالتزام، فضلا عن الشباب الآخر. الله يتوب علينا جميعا، احنا كلنا أهل معاصي، لكن الشباب المظنون فيهم أنهم هم أهل تصدير التربية للناس، راه بدأت تتسرب إليهم الأفكار الليبرالية والأفكار العلمانية والأفكار النسوية. هادشي كله ولا داخل نعم سيدي عندك. الكاركاس البرانية راه ديال الخير، راه ديال الالتزام، راه ديال الإسلام، الداخل ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساته، فلما خر تبينت الجن أنه لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب. راه الله يستر، الله يستر، الله يستر، ما الأراضي ديال الأفكار، دابة الأرض ديال الأفكار الفاسدة، لقد نخرت في عود كثير من المسلمين، أقصد المسلمين الملتزمين الذين تظهر عليهم علامة الاستقامة، من سأة دينهم كادت تنهكها دابة الأرض. لا ينتظر للأسف منهم إلا أن يخروا لنعلم أنهم قد هلكوا منذ 40 سنة. هذا هو المدة اللي بعض أهل التفسير ذكروا أن سيدنا سليمان كانت الجن خدامة وكذا، هو متكي على المنساء ديالو، هذيك العصا متكي على المنساء ديالو، وقيل أنه راه مات و40 سنة هو واقف تما، هذيك دابة الأرض كلات المنساء كلها سوسات ذاك العود وطاح عاد باش عرفوا راه مات. ذكر بعض أهل التفسير أنه بقي على تلك الحال 40 سنة. فهل أذكر قضية ديال وقد هلك منذ 40 سنة؟ نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. إذا هذه بعض الأمور المتعلقة ب في نفس الوقت فضل العمل التطوعي، لكن في نفس الوقت ببعض ضوابط العمل التطوعي في بالنسبة لشاب مسلم يريد أن يخدم إخوانه بهذا الخير. وأسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، وأعيد وأجدد شكري للشباب في مؤسسة جمعية فاعل الخير بمدينة بني ملال، ويعني أرشدهم لواحد المسألة مهمة، لأن لا بد من الالتفاف حول علمائنا والاستماع لعلمائنا، لأنهم هم النجوم الذين بهم نهتدي، فهم حملة الشريعة حفظهم الله ولا حرمنا الله من بركته. مثلا دابا انتما في منطقة بني ملال، منطقة بني ملال عندكم قامة علمية من القامات المشهود لها بالعلم والورع والتقوى وحسن الدين في العالم الإسلامي كله، سيدي عبد الله بن المدني حفظه الله وبارك فيه ونفعه ونفع به. علاش يا حبيبي مثلا ما تمشيوش انتم مثلا كمؤسسة، واحد ثلاثة أربعة خمسة ولا المجلس الإدارة كله، مثلا تطلبون موعدا مع السي عبد الله بن المدني في المعهد تما اللي كاين ديال التعليم الاصيل، وتطلبون موعدا مع السي عبد الله بن المدني وتجلسوا معه وتقول له شيخنا هل الاعمال التي نقوم بها هاش تنديروا هاش تنديروا هاش تنديروا، وتجيبوا لي مثلا بعض التسجيلات ديال الفيديوهات كتصيبوها وكذا ديال الاعمال التطوعيه، وقول لي هاش تنديروا هاش تنديروا هاش تنديروا.
يعني ما هي إرشاداتكم؟ ما هي ما هو دليلكم؟ شنو ماشي دليلكم، يعني ما تستدلون به، يعني ما هي الأمور التي تدلوننا عليها من الخير، يعني على ما تدلوننا، إلى ما ترشدوننا، ونحتاج لمثل هذا. إخوة مثلا اللي في المنطقة الشرقية مثلا، كاين عندهم مثلا دكتور مصطفى بن حمزة حفظه الله، يمشي عنده مثلا المعهد الإسلامي تما ويستشروا الناس مثلا ديال النواحي ديال طنجة تطوان وكذا. كاين عندكم مثلا السي مصطفى البيحيوي حفظه الله، تمشيو مثلا تطلبون معه موعدا وتجلسوا معه. مراكش خلاص، مراكش راه ارض العلماء تبارك الله تما، وارض الخير وارض طلبة العلم، تمشيو تما وتطلبون موعدا، الناس تسول منطقة مثلا ديال اكادير وهكذا. نريد لاعمالنا الخيرية اللي كثيرة تبارك الله وزويونة وفيها الشباب كي النوار كي الزهر كيمشيو تيتحركوا، لكن بعض المرات ها هو راه تلقى فيها شاب مهندس وطبيب وواحد اخر مثلا متخصص في كيمياء الذره وواحد ما عرف شنو العجب، لكن ان كان هناك جهل بضوابط الشرع لهذا العمل التطوعي، كن على يقين سيشوبه من المخالفات ما يسعد الشيطان ويغضب الرحمن، ونحن نظن اننا بذلك نريد دخول اعالي الجنان. ونسال الله التوفيق والسداد. اجدد شكري للشباب في جمعيه فاعل خير مدينه بني ملال، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وتقبل الله منا ومنكم، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. شكرا جزيلا لك أستاذ ياسين، جزاك الله بخير. حاولت أنك تطرق لمجموعة من الأشياء ما يخص التطوع وفضل التطوع. بطبيعة الحال كانت نيت تساؤلات عندي أنا شخصيا وعند مجموعة من الشباب اللي كانوا في الجمعية وكانوا يعني مهتمين بالتطوع من الدرجة الأولى، فجاوبتي عليها في المداخلة ديالك أستاذ ياسين، جزاك الله بخير. أمين أمين وخير. بارك الله فيك، بارك الله فيك أستاذ ياسين، والحمد لله يعني نورتي هذا البث هذا صراحة، والله العظيم هذا التفاعل اللي شفنا احنا سعيدين به والله العظيم في والبت جمعية. راه بت منور بمالي، ما احنا بارك عادي الله زين، فيك، الله استمتع. يغفر لنا وخلاص، البت منور بمالي تبارك الله، الحمد لله، بارك الله فيك أستاذ ياسين، بارك الله فيك. هذا الله يزيد هذا الله. مضمون فيك بأسلوبك الجميل ما شاء الله، وبالمضامين اللي كتجي، بارك الله فيك الأستاذ ياسين. طيب ما كنظن أن مجموعة ديال الأشخاص كان عندهم تقريبا مجموعة ديال المداخلات أو أسئلة، لكن أنا بعد كنشوف أن هذه الأسئلة هذه نوعا ما جاوبتي عليها في المداخلة ديالك، فعلاش هذا كنشوف أنه تقريبا إذا سمح لي المخرج اللايف أستاذ فؤاد، تقريبا أنه أنا كنظن والله أعلم أنه جميع المداخلة جميع الأسئلة وجميع استفساراتكم تجاوب عليها الأستاذ ياسين في المداخلة. أعطيني واحد الحمد دقيقة لله. أستاذ ياسين، أنا لا مرحبا متأكد. مرحبا. بارك الله فيك فؤاد، طيب تقريبا جميع التساؤلات جميع الاستفسارات كنت جاوبتي عليها الأستاذ ياسين، كنشكرك مرة أخرى. في الصراحة بالحق كان واحد البث اللي كما ذكرت في الأول مبارك، وكان واحد البث اللي قيم، وكان وصلتي لنا الفكرة كذلك، أنه كان الفكرة ديال أنه الصور كانت مجموعة ديال الناس كيديروا التطوع كانت غامضة عندهم هذه الصورة، لكن وضحتي أكثر وأكثر أنه فقط غير ما يأذيش ذوك الناس أو لا يأذي ذوك الشريحة ديال الناس اللي هما محتاجين، وكنا محتاجين لأن الغني هو الله سبحانه وتعالى، صحيح فكنا فقراء عند الله سبحانه وتعالى، يعني هذا ماشي بالأمر اللي هو عيب. تقريبا كنشكرك بزاف، وكنت ضيف علينا أستاذ ياسين في جمعية فاعل خير بني ملال، وكانت حاصل الجمعية أنها تكون أنها تلبي يعني أنها تكون شاملة لجميع المجالات، وأنها تكون يعني أي شيء أو تكون حاضرة في جميع المجالات اللي تخص الصالح العام. أمين. وكنحرصوا أيضا أننا ننظموا بزاف ديال الأنشطة اللي تساعد الناس اللي هما كانوا محتاجين أو كانوا يعني بحال الأنشطة اللي كانت عندنا آخر مرة، اللي هي مثلا في القوافل، وكذلك في الشتاء ساخن والحفر ديال الآبار. وبطبيعة الحال نيت كنحاول أنني ندير واحد النداء أنه كاين عندنا واحد الأنشطة اللي هي شتاء ساخن في النسخة ديالو الثانية، وكاين أيضا عندنا حفر آبار اللي غادي
يكون حفر بير في احد المناطق اللي بطبيعة الحال عندها ضرر او اللي عندها نقص في الماء، وكذلك قافلة الامل اللي في نسختها التاسعة اللي كتكون كل عام كنحاولوا اننا نديو ما قسم الله سبحانه وتعالى، وكنحاولوا نديو داكشي اللي ساعدوا به المحسنين لهذوك الناس اللي هما محتاجين. فمرحبا بالجميع، لا كان اي واحد ينخرط، ومرحبا بك استاذ ياسين، يعني في بني ملال في اي وقت بطبيعه الحال غادي تشرفنا استاذ ياسين. مرحبا بك يعني في اي نشاط كان ربما الله اننا يجزيكم بخير. نحاول نستدعيك، وفي حاله اذا كانت في بطبيعه الحال متاح مرحبا بك وغادي تشرفنا بطبيعه الحال. عجبني واحد العباره انه الاستاذ ياسين لما كنا في الاول كنحاول انني نقدمه، فقال لي الاستاذ ياسين انني انا اخوكم وانا منكم، وهذه الحاجه كتشرفنا بزاف استاذ ياسين والله العظيم. العفو، الشرف لي يا حبيبي، الشرف لي. الله يكبر بك، الله بارك الله يجزيكم فيك، بخير. جزاك الله بخير. فقط واحد السؤال خفيف قبل ما طبعا نخليكم ان شاء الله تعالى ونمشي، طبعا حيت انا ما كاينش في البيت، يعني في كل مره كنكون عند شي واحد كنهرف ليه على الدار وكنسقى لكل شيء باش يدوز البث المباشر. دابا راه كنسي كيغليو باش يلاه نرجعوا عاوتاني نطلقوا عباد الله في دارها ونمشي نهرب انا. استغفر الله. لا، بعض المرات الناس مثلا كيدار مثلا بث مباشر وباسم واحد الجمعيه معينه ولا كذا، فالناس مثلا كيبان لهم هذا الخير، كاين اللي كان غافل ولا كذا تيبان ليه هذا الخير، تيبغي يشارك الجمعيه في الصفحه ديالها. سميتو واش كاين مثلا اللي بغى يتواصل معاكم دايرين لهم رقم ولا مثلا حساب بنكي فين يتبرع ولا هادشي، حاطينه انتم كمعلومات؟ صافي، طبعا ممتاز استاذ ياسين، ممتاز طبعا استاذ ممتاز. ياسين، بعض المرات الناس كتبدا تسول، كتقول لهم الناس فيها شي، الله يسمح لنا، شويه العجز، بغى في البث المباشر بغاك تهضر لي على كذا وتقول لي الجمعيه وتقول لي فين غنمشي وتعطيه الرقم وداك الشيء ديال التلفازه والبث المباشر. لا، كتقول لي رئيس صفحه الجمعيه فيها المعلومات كلها، فيها ارقام الهاتف، فيها الميسنجر اللي بغيتي تكتب الجمعيه مباشره في الصفحه، فيها الحساب البنكي، وهذا في جميع الجمعيات، الواحد يقرا شي شويه داك الشيء اللي كاين، وان شاء الله تعالى الامور تمشي بخير وعلى خير. تمام استاذ ياسين. يعني بالنسبه شكرا على هذه المداخله ديالك. بالنسبه للجمعيه، هي جمعيه فاعل خير بني ملال، وهي كيف ما قلت لكم انها جمعيه اللي من الدرجه الاولى، ومن ابرز يعني المجالات اللي كتشتغل هي التطوعيه الخيريه، كذلك التربويه، كذلك كتنظم مجموعه ديال الدورات التكوينيه. يعني كتسعى الجمعيه انها تكون في اي حاجه للصالح العام، وفي اي حاجه اللي تقدر تعاون الناس سواء يعني محتاجين او لا، في دورات تكوينيه الى اخره. الجمعيه هي كتواجد في بني ملال، وبطبيعه الحال عندنا حساباتنا في التواصل الاجتماعي اللي هو الفيسبوك واللي هو الانستغرام، ولما غتدخلوا غادي تلقاو، ممكن انكم تدخلوا تلقاو ترسلوا لنا عادي، سواء في الفيسبوك سواء في الانستغرام، او لا تقدروا تتصلوا بنا راه تلقاو الرقم. وكذلك غادي تلقاو يعني في حالة لبغيتوا انه تكون مساهمات ديالكم الله يجازيكم بخير، غادي تلقاو الحساب البنكي بطبيعة الحال. احنا فاتحين حساب بنكي بطبيعة الحال في القرض الفلاحي، هذا ما كاين، وحنا كنرحبوا باي واحد بطبيعه الحال، وحنا والله كنرحبوا يجزيكم باي بخير. فكره بطبيعه الحال. وحنا بالعكس كنحاولوا اننا نشركوا الناس، يعني فاش كنبغيو حنا اننا تكون عندنا مثلا جاتنا واحد المساهمه معينه، كنشركوا الناس انهم يعطيونا اقتراحات في الدوار اللي خاصو او لا فين كاينه الحاجيات الى اخره. بطبيعه الحال ضروري كتكون هذه القضيه، وكيتشاركونا الحمد لله الناس كيتفاعلوا معنا طبعا. جميل جدا، جميل جدا. نذكر بثلاثة الأنشطة اللي هي جاية كبيرة، هي أننا غيكون عندنا شتاء ساخن في النسخة الثانية، وغيكون عندنا حفر بئر، وغتكون عندنا قافلة الأمل. ومرحبا بالجميع، لأن هذه جمعية ديال الخير، وجمعية للجميع، وابتغاء رضا الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا. جزاكم الله خيرا وتقبل الله منا ومنكم بارك الله وبارك فيك الله أستاذ فيكم. ياسين، جزاك الله نقطة أخيرة بخير. غير قلتها ولكن غير أعيد التأكيد عليها، قضية استشارة العلماء في مجموعة من الأسئلة. نبان لي واحد السؤال قبل الإخوة في الأخ المخرج طلعوه، سؤال مهم جدا، أنا ما عارف الإخوة يعلمون منهجيتي، لا أفتي ما تنجاوبش في المسائل هذه، ماشي التخصص ديالي والدين ديالنا غيبقى بخير وعلى خير ما دمنا نحترم التخصصات. الناس يطرحون مثلا بعض الأسئلة، ك ما حكم مثلا الناس، احنا جمعنا تبرع لشتاء مثلا، قلتوا سميتها شتاء ساخن، ياك حمله سميتها شتاء ساخن، الناس مثلا جاوا سمعوا الحمله حطوا فلوسهم في هذيك الحمله، جمعنا سهل الله اننا داك الشيء اللي كنا بغينا نجمعوه كله اقتنيناه وشريناه وبقي عندنا فائض من المال، هل هذا المال الناس حطوه على قبل النيه ديال هذاك العمل اكس
واش ممكن نستعمل ذاك المال في عمل اخر؟ واش هذاك المال نخليه تتكون عندنا مثلا نسخه اخرى من شتاء ساخن ونصرفه لهذيك المساله؟ هذا داكشي كنوصي ونعاود نوصي التفوا حول علمائكم. عندكم المنظار بني ملال كيتصعدوا بالمدني، تمشيو عنده مباشره سولوه، الناس تيطرحوا هذا السؤال حيت مهمه هذه المساله. انا عباد الله مثلا ملي كيقول لك انا عطيت الماء على قبل بئر، حفر بئر، واش الا عطيت الفلوس على قبل ذاك حفر بئر وتغطات المصاريف ديال ذاك حفر بئر وبقات عندي شي بركه شاطئ الجمعيه شي بركه الفلوس، واش تسنى تيكون شي حفر بئر اخر عاد تدفعوا؟ لان السيد قال لهم بغيتو في بئر، او لا ممكن داكشي اللي شاطي تستعمل شتاء ساخن او لا قافله كذا او لا كذا؟ هذا يجيب عنه عالم متخصص، تمشيو عنده وتسولوه باش ديك الساعه العمل ديالكم كديروه والقلب مطمئن والصدر منشرح. لان يعني بمجرد ما كتعرف دائره الحلال فين ودائره الحرام فين، صافي الامور الانسان كيولي العباده ديالو تيديرها ولا يخاف في الله لومة لائم، وكنسدوا ذاك الباب اللي ذكرنا ديال الوسواس، ما يبقاش يبرز فينا، ما يبقاش يبرز فينا على والو. فجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، واستسمحكم عذرا علي الان الانصراف، جزاكم الله خيرا على استضافتكم مرة أخرى، وشكرا لكم ولجميع الشباب القائمين على هذه المؤسسة، وأسأل الله عز وجل يبارك فيكم وأن ينفعكم وأن ينفع بكم وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. حياكم الله وبياكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام أستاذ ياسين، حفظك الله، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام.